الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر إخوانكم في مؤسسة صدى بن الخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لفضيلة الشيخ عمر الدويش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه، واسقنا منه شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وصدق وعدك، وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وعمل صالح متقبل مبرور. أيها الأحبة في الله، غلام جاوز العاشرة قليلاً يجلس إلى جوار كهل بلغ من الكبر عتياً وقد حضرته الوفاة. الغلام مؤمن موحد، والشيخ الكهل الكبير مشرك، لكنه دافع عن هذا الدين واستمات في الدفاع عن رمزه وقائده وإمامه، لكنه يحتضر ويموت على غير الإسلام. الغلام ينظر إليه، يعتصره الألم، وتمزق فؤاده الحسرة، كيف لا، وطريح الفراش أبوه، فقد جاء من صلبه. يتململ المحتضر في فراشه، ويشير إلى الذين حوله لينهضوه قليلاً، ويرفع رأسه إلى الأمام، حتى إذا ما رفعوا رأسه وأقاموا ظهره عانقتهم من عينيه نظرات حانية، امتدت نظراته فوجدوا بردها وأنسها في صدورهم، ثم راح يوجه إليهم كلمات إنها مكارم الأخلاق، كلمات أراد أن تكون آخر عهده بالدنيا. قال لهم: يا معشر قريش، أوصيكم بتعظيم هذا البيت، فإن فيه مرضاة الرب وقوام العيش، صلوا أرحامكم ولا تقطعوها،
فإن صلة الرحم منسأة في الأجل، اتركوا البغي فقد أهلك القرون من قبلكم. يا معشر قريش، أجيبوا الداعي وأعطوا السائل، فإن فيهما شرف الحياة وشرف الممات، وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة. ألا وإني أوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين صلى الله عليه وسلم في قريش، والصادق في العرب، وهو الجامع لكل ما أوصيكم به. ولقد جاءنا بأمر قبله الجنان أي القلب وأنكره اللسان، مخافة الشنآن. انظر إلى سبب رفض الحق. يقول: قلوبنا تؤمن وتدرك أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الصدق، لكن ألسنتنا تنكر وترفض أن تستجيب لداعي الله، وذلك مخافة أن يقول العرب إنما ترك دين آبائه وأجداده. وأيم الله لك أني أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره، فخاض بهم غمرات الموت أي المعارك والقتال. ولك أني به، انظر إلى هذا الاستقراء، استقراء المستقبل، يدرك هذا العربي القرشي المبلغ العظيم الذي ستبلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولك أني به وقد محضته العرب ودادها وأعطته قيادها، والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد، ولا يهتدي بهديه إلا سعد، ولو كان في العمر بقية لكففت عنه الهزاهز ولدفعت عنه الدواهي. ثم وضع عينيه على أهله الأقربين من بني هاشم واختصهم بوصية أخرى: وأنتم يا معشر بني هاشم، أجيبوا محمدا وصدقوه تفلحوا وترشدوا. ثم أومأ إلى جلسائه أن يعيدوه إلى ضجعته الأولى، واستوى تحت غطائه، ثم تغشته سكرة الموت. لقد أدى هذا الراحل المسجى آخر الأمانات لديه، أمانة كان يحاذر أن تعجزه رهبة الموت عن أدائها، فتحامل على نفسه وأمرهم أن يجلسوه، فباح بمكنون صدره إلى جلسائه ومال رأسه المثقل بالخوف على صدره المثقل بالإشفاق، الخوف ممن والإشفاق ممن والإشفاق على من؟ الخوف من قريش على ابن أخيه الذي حشدت قريش له كل كيدها وبأسها، لأنه يهتف بهم أن لا إله إلا الله. أعرفتم أيها الأحبة في الله عمن نتحدث؟ إنه أبو طالب شيخ قريش وسيد جيله. أما الغلام الذي كان يجلس مبهورا مشدودا فهو ابنه
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبقدر ما أحزنه فقد أباه كانت غبطته أن يتلقى هذه الكلمات النيرات في لحظة الختام. وأصدق اللحظات وأبلغ العظات هي عظة الموت، وكفى بالموت واعظا. وما أروعها من وصايا: عظموا الكعبة، صلوا الأرحام، اتركوا البغي والظلم، أجيبوا الداعي، كونوا صادقين، عيشوا أمناء، وأولا وأخيرا انصروا محمدا فإنه الهادي إلى سواء السبيل. من صلب هذا الوالد جاء علي بن أبي طالب، ولقد كانت قريش كلها تنظر إلى أبي طالب نظرتها إلى زعيم الكل يحبه ويهابه ويحترمه، لا لمكانته في قريش فحسب، بل قبل هذا وذاك لما يحمله من نفس كريمة وخصال عظيمة وشخصية عادلة تبهر الناس بقوتها وشموخها. ويكفينا في التعرف إلى شخصية هذا المسجى مواقفه تجاه الإسلام وقريش، ولقد وضع على كاهله دون أعمام النبي صلى الله عليه وسلم جميعاً، ودون أهله وعشيرته كلهم، عبء مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومقاومة قريش. وثبت الرجل ثباتاً باهراً أمام مؤامرات تهد الجبال، ذلك أنه كان أوسع القرشيين أفقاً وأذكاهم قلباً وأوفرهم جسارة وعزما. في الأيام الأولى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو طالب ولده عليا يصلي خفية وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه أول مرة يعلم فيها أن ابنه الصغير السن قد اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وما اضطرب الطفل حين رأى أباه يبصره مصليا، ولما أتم صلاته ذهب تلقاء والده وقال له في صراحة وثبات: يا أبتي، لقد آمنت بالله ورسوله وصدقت ما جاء به واتبعته. فأجابه أبو طالب: أما إنه لا يدعوك إلا إلى خير فالزمه. ليس ذلك فحسب، بل إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوماً يصلي وقد وقف علي عن يمينه، ولمح من بعيد ولده جعفر فناداه، حتى إذا اقترب منه قال له: صل جناح ابن عمك وصل عن يساره. وأبو طالب بعد هذا أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كافله ومربيه، إنه يعرفه معرفة تامة، إنسانا كاملا صادقا لم يعهد عليه كذب قط، أمينا لم تشب أمانته شائبة، طاهرا لم تعلق به شبهة. لقد صمد لقريش وأحبط كل مكايدها حتى لم تجد آخر الأمر بدًا من أن تلجأ إلى عمل تأباه تقاليد العرب وأخلاقهم، وذلك حين يئست قريش من ثني الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعوته ومن ثني أبي طالب عن مناصرته، فقرر زعماؤها مقاطعة بني هاشم وبني المطلب. وفعلا انحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب وأقاموا معه في الشعب، ولبثوا داخل الشعب الرهيب 3 أعوام،
حتى أكلوا ورق الشجر اليابس ليدرأوا به غوائل الجوع، وأبو طالب كالطود الشامخ يرفض كل مساومة تحاولها قريش، ويسلط عليهم موهبته الشعرية فينفحهم بالقصيد تلو القصيد: أفيقوا أفيقوا قبل أن يقفر الثرى ويصبح من لم يجن ذنبا كذي ذنبي، ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب، فلسنا ورب البيت نسلم أحمد لضراء من عضات الزمان ولا كرب. آمن أبو طالب، آمن أبو طالب بحق الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يقول كلمته ويبلغ دعوته، فإن كانت حقا فمن حق الحق أن ينتصر ويسود، وإن كانت باطلا فإن الباطل سيذهب جفاء. من أجل هذا قاوم قريش عندما رآها تفرض الصمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجل، إنه لا يقف مع ابن أخيه، وإنما يقف مع الحق والخير. ولو شك أبو طالب في صدق ابن أخيه ما ناصره وما ظاهره، وإنما ناصره ليس للقرابة فحسب، وإنما للحق الذي معه. وليس أدل على ذلك من موقفه يوم أنبأه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد سلط الأرض على الصحيفة التي وضعتها قريش وسطرت عليها عهدها بمقاطعة بني هاشم وبني المطلب، ووضعتها في جوف الكعبة وأغلقت عليها. أنبأه النبي صلى الله عليه وسلم، أنبأ عمه بأن الأرضة أكلت الصحيفة ولم تبق منها إلا اسم الله. قريش رفضت أن تكتب باسم الله فكتبت باسمك اللهم، فأكلت الأرضة كل شيء إلا باسمك اللهم. وعندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو طالب إلى قريش في ناديهم وقال لهم: يا معشر قريش، إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا، فهلم إلى صحيفتكم، فإن تكوا كما قال محمد فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عما فيها. إذا كان كلامه صحيحا فارفعوا هذا الحصار، وإن يكوا كاذبا دفعته إليكم. فرح زعماء قريش بهذا وقاموا إلى الكعبة وجاءوا بالصحيفة في مكانها، فإذا الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسقط في أيديهم، وخرج الناس من عهد المقاطعة، وباءت المؤامرة بالهزيمة والفشل. إن أبا طالب هنا يحتكم إلى الصدق في أن يحمي ابن أخيه لا إلى حق القرابة. ومن قبل هذا عندما ذهب وفد قريش إلى أبي طالب قائلين له: إن لك فينا سنا وشرفا ومنزلة، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وعيب آلهتنا وتسفيه أحلامنا، فإما أن تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى يهلك منا أحد الفريقين. حين قالوا له ذلك وحين جاءه رد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرض مقولة قريش عليه: إن القوم يريدون مناجزتنا وقتالنا حتى نهلك أو هم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يقضيه الله أو أهلك دونه.
عندها ازداد أبو طالب شموخاً وراح يلفح قريش بصلابته وإصراره، ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. مرة أخرى هذا الرجل الذي جاء من صلبه علي بن أبي طالب كان يجلس ذات يوم في سقيفة له، عندما أقبل عليه النبي حزينا آسفا، فعلم منه أن قريشا أغرت به سفهاءها سفيها من سفهائها، فألقى عليه روثا ودما وسلا وهو ساجد في الكعبة يناجي ربه وخالقه. فنهض أبو طالب حاملا سيفه بيمينه متأبطا ذراع النبي صلى الله عليه وسلم بيساره، حتى إذا وقف على المتآمرين ورآهم يتململون، حين بصروا به مقبلا صاح فيهم: والذي يؤمن به محمد لئن قام منكم أحد لأعاجلنه بسيفي. وراح يمسح الروث والدم بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقذف به على وجوههم جميعا، وجوه أشراف قريش الذين تحولوا أمام سطوة هذا الكهل الكبير إلى جبناء. أدركت حينها قريش أنها لن تنال من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو طالب إلى جواره يذود عنه ويحميه، فمات أبو طالب، واشتد أذى قريش للرسول صلى الله عليه وسلم. وذات يوم وقد اشتدت عليه وطأة المشركين وأذاهم، وجه صلى الله عليه وسلم لعمه تحية مضمخة باللوعة والأسى حين قال: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ثم هز رأسه صلى الله عليه وسلم في أسى وقال وهو يخاطب نفسه: يا عمي، ما أسرع ما وجدت فقدك. هل كان علي ابن هذا الطود الشامخ فحسب؟ لا، بل كان حفيد بطل آخر عظيم، وأي عظيم! ذلكم هو عبد المطلب. وبوقفة سريعة نقفها مع فضائل عبد المطلب وسجاياه العظيمة، يتبين لنا أن عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يرث عن أبيه فضائل طارئة، بل ورث فضائل أصيلة وعريقة سارت مسير النور عبر أصلاب نقية شامخة. إنه الرجل الذي بلغ في قريش وفي العرب عبد المطلب جميعا منزلة لم يكد يبلغها أحد، وعندما يزدحم الحجيج حول زمزم في موسم الحج كل عام فإن عليهم أن يذكروا بالخير والإجلال الرجل الذي حفرها وتفجرت على يديه البئر بمياهها وبركاتها. إن عبد المطلب أو شيبة الحمد كما كان اسمه الحقيقي لرجل فذ من طراز باهر، رجل يصفونه بأنه يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال. كان عزيز الحكمة عميق الإيمان، عندما غزا أبرهة مكة ليهدم الكعبة وجاء في جيش لجب طلبه، فلما وقف أمامه وقد أخذ أبرهة إبله قال: ما تريد؟ قال: أريد إبلي. قال: وبيتكم؟ قال: للبيت رب يحميه، أما الإبل فهي لي، وأما البيت فله رب يحميه. لم يأخذ شيبة الحمد هذا الموقف إلا بدافع إيمانه الوثيق القوي بالله وبقدرته من أجل ذلك، ثم اتجه إلى بيت الله الحرام
وتمسك بحلق باب الكعبة وصاح وقد شخص بصره إلى السماء: لا هم إن العبد يحمي رحله فامنع رحالك إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدالك. يستغيث بالله ويستنصر به والأرض من حوله كلها تموج بالوثنية، لا في جزيرة العرب فحسب، بل وفي كل قطر وفي كل بقعة. كان يقبع حول الكعبة أكثر من 300 صنم لم يدعها عبد المطلب لتحمي الكعبة، لم ينادي هبل ولا اللات ولا العزى، إنما نادى الله العزيز الجبار المنتقم. فكان النصر وكانت الطير الأبابيل التي أهلكت أبرهة وجنده، وكأي من مرة حجبت السماء عنهم غيثها ومطرها وكاد القحط يقتلهم فيذهبون إلى شيخهم عبد المطلب الذي يخرج بهم صفوفا ضارعة خاشعة إلى قمم الجبال حيث يضرع إلى الله كي ينزل المطر مبتهلا بهذه الكلمات: اللهم هؤلاء عبيدك وأبناء عبيدك وقد نزل بنا ما ترى، فأذهب عنا الجدب وأتنا بالمطر والخصب. عندما بشر بمولد حفيده محمد صلى الله عليه وسلم حمل الوليد فوق ذراعيه وصدره وذهب به مسرعا إلى الكعبة حيث صلى لله صلاة شكر وحمد، وراح يقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيذه بالله ذي الأركان حتى أراك بالغ البنيان. لم يعذه بهبل ولا باللات ولا بالعزى، ولكن بالله الذي خلقه. وفي كل مناسبة يأخذ يد ابنه عبد المطلب ويضعها في يد حفيده محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له في إحساس الذي يستقرئ المستقبل ويتنبأ به، يقول له: يا أبا طالب، سيكون لابني هذا شأن فاحفظه ولا تدع مكروها يصل إليه. ولقد حفظ أبو طالب العهد ورعى ابن أخيه ووصية أبيه رعاية تليق بأرومته وبعظمته وبسجاياه. وحينما خلت الديار من الجد ومن الأب، كان علي الابن والحفيد يحمل منهما وعنهما ميراث السجايا الفاضلة، فبنو هاشم في ميزان المجتمع سادته وقادته وأشرافه، وبنو هاشم في ميزان القيم أجود الناس كفا وأوفاهم ذمة وأنداهم عطاء وأكثرهم في سبيل الخير بلاء وأحماهم للذمار وأحفظهم للجار. فإذا تلقى علي بن أبي طالب من أبيه وجده، فإذا تلقى فقد تلقى وورث الفضائل كلها والمكرمات جميعها. لقد جاء من أصلاب قوم عرفوا بأنهم حماة العقيدة وحماة الفضائل وسدنة الخير، وعلى الرغم من أنهم لم يكونوا يعرفون حقيقة الإله الذي يلجؤون إليه وعليه يتوكلون، فإن ولاءهم لقوته وقدرته وفضله العميم كان على الدوام مشحوذاً وحاضراً. فكيف بولاء علي وقد عرف الطريق إلى الله واهتدى إليه وهو غض يافع؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استأذن من عمه أبا طالب قبل موته ببضع سنين كي يترك له عليا يعيش في داره ودار خديجة زوجه، فأذن له عمه أبو طالب. وعندما بدأت أيام الرسالة الأولى، بل عندما بدأت أولى ساعات لحظاتها، كان هناك ثلاثة: هم خديجة زوجه، وعلي ابن عمه، وزيد خادمه. ولقد أسلموا بهذا الترتيب أيضا. ساعة
سأله علي وهو ابن 10 سنين لا غير: ما تصنع يا محمد؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: إني أصلي لله رب العالمين، إله واحد لا شريك له، له الخلق وبيده الأمر، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فلم يتردد علي عن الإسلام وكان أول المسلمين، بينما كانت زوجته خديجة رضي الله عنها أول المسلمات. ومن ذلك اليوم وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه أبدا، يصلي معه ويصغي إليه ويراه يتهيأ ليتلقى الوحي. إنه وهو في 6 من عمره بدأ العيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتأدب بأدبه ويتأثر بطهره وعظمته، وسارت حياته من ذلك اليوم إلى اليوم الذي لقي فيه ربه، حياة لم تكن لها قط صبوة ولا شهوة ولا هفوة، حياة ولد صاحبها وتبعات الرجال فوق كاهله حتى لهو الأطفال. لم يكن لحياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعالى فيه حظ ولا نصيب، فلا مزامير البادية كانت تستهويه ولا أغاني السمار كانت تستميله. صلى الفجر يوما بأصحابه في الكوفة وهو أمير المؤمنين، فلما فرغ من صلاته جلس ساهما حزينا ولبث في مكانه ومجلسه، والناس حوله يحترمون صمته ويجلون مقامه ويقدرون مكانته، فلا يتحركون حتى طلعت الشمس واستقر شعاعها العريض على حائط المسجد من الداخل. فنهض الإمام وصلى 2 ركعتين، ثم هز رأسه في أسى وقلب يده وقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون وبين أعينهم آثار ليل باتوا فيه سجدا لله يتلون كتابه ويراوحون بين جباههم وأقدامهم، وإذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم، ويقول: تعلموا العلم تعرفوا به، واعملوا تكونوا من أهله، ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد أتت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، ألا وإن الزاهدين في الدنيا قد اتخذوا الأرض بساطا والتراب فراشا والماء طيبا، ألا وإن من اشتاق إلى الآخرة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن طلب الجنة سارع إلى الطاعات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه مصائبها، ألا وإن لله عبادا شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة، أنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة، صبروا أياما قليلة لعقبى راحة طويلة، إذا رأيتهم في الليل رأيتهم صافين أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى الله فكاك رقابهم، وأما نهارهم فظمأ حلماء بررة أتقياء، كأنهم القداح ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى وما بهم من مرض، ولكنه الأمر العظيم. بهذه المعاني العظيمة التي تختلج في نفس أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيسطرها بفؤاد محزون ويبثها الناس فيغطون في بكاء عميق. هذا العابد الزاهد الورع الذي يقوم الليل صافاً قدمه ويصوم النهار كله لله تعالى، له بطولات سطرت بمداد من ذهب
في غزوة أحد خرج من صفوف المشركين أحد مبارزيهم الأشداء أبو سعد بن أبي طلحة ينادي عليًا ليبارزه، ويخرج علي إليه ويتلاقيان في مبارزة ضارية حامية، ويتمكن سيف علي منه بضربة تطرحه أرضا، ويتلوى المشرك من الألم. وبينما علي يتهيأ ليجهز عليه بضربة بالسيف ينحسر جلباب المشرك فتنكشف عورته، فيغمض علي عينيه ويثني سيفه ويعيده إلى غمده ويعود إلى مكانه في الصف. البطولات كثيرة، ولكن بطولة علي لها شأن آخر. ويسأله المسلمون: لماذا لم تجهز عليه؟ فيجيبهم: لقد استقبلني بعورته فعطفني عنه الرحم. عندما انكشفت عورته وأدرك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ضعفه وخوره والرحم التي كانت بينه وبينه، أخلى سبيله وتركه. إن الأبطال الأجلاء العظماء لا ينشدون النصر ونشوة النصر لمجرد النصر فحسب، إنما ينشدون نصراً عفاً شريفاً عادلاً. فإذا لم يأتهم النصر موشى بهذه الفضائل تركوه، وإن خفقت راياته عندهم. وهنا يتبين حبه وتقديره لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تحقق له النصر في موقعة الجمل، وقبل أن تبدأ موقعة صفين، وكان لا يزال يرجو أن يفيء معاوية وأن يعود. علم أن اثنين من كبار أنصاره يجهران بشتم معاوية ولعن أهل الشام، هما حجر بن عدي وعمر بن الحمق، فأرسل إليهما آمراً أن يكف عن هذا الشتم وهذا اللعن. فقدم عليه وسألاه: يا أمير المؤمنين، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فأجابهم: بلى. قال: فلم تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال: كرهت لكم أن تكونوا شتامين لعانين، ولكن قولوا قولوا. وهو يعطي للذين يتشدقون ويمدون ألسنتهم بشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطيهم الدرس العملي الكبير العظيم. يقول: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي من لج به. هذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولنعد قليلا إلى الوراء، عندما رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطته للهجرة من مكة إلى المدينة، وقد كشف له تآمر قريش، وقد جمعوا بعد أن دلهم إبليس على خطة إبليسية، جمعوا من كل قبيلة رجل من أشدها ليتفرق دمه بين القبائل فترضى بنو هاشم بالدية. أدرك النبي هذه الخطة التي صمم المشركون على تنفيذها، ورسم خطة الهجرة. وخطة الهجرة تتطلب أن يأخذ مكانه في البيت رجل يتحرك داخل الدار وتشغل حركته أنظار المحاصرين لها. اختار النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وليس المبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، يمثل خطراً على علي. فهناك أمانات كانت لدى النبي صلى الله عليه وسلم كفل عليًا بإعادتها إلى أهلها. وانظر إلى هذا الخطر الآخر، يرد الأمانات إلى أهلها ثم ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم والسيوف أمام الباب مصلته مشرعة ينتظرون خروجه، ومكة خالية من النصير
ولم يبق فيها أحد، فأخذ علي رضي الله تعالى عنه هذا الدور وقام به خير قيام، ورد الله كيد الكفار ونكصوا على أعقابهم لم ينالوا شيئا. والتحق النبي صلى الله عليه وسلم بحبيبه ومصطفاه، ومن هنا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم له عظيمة. عندما أراد النبي فتح خيبر وكان حصنها منيعاً عظيماً مشيداً، أرسل في اليوم الأول أبو بكر على رأس كتيبة، فعادت الكتيبة ولم تستطع أن تقتحم الحصن. وفي اليوم الثاني أرسل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعاد عمر ولم يستطع فتح الحصن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يقول عمر: ما تمنيت الإمارة قط إلا ذلك اليوم. ولماذا يتمنى الإمارة؟ هل هو من باب التسلط أو حبا في الرئاسة والقيادة؟ يقول: رجاء أن أكون من يحبه الله ورسوله. وبقي الناس ليلتهم يخمنون: من هو هذا الذي يحبه الله ورسوله؟ ومن هو الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المحبة وهتف به في الجموع؟ من هو هذا المبارك الذي سيفتح الله على يديه؟ وفي اليوم الثاني هتف النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ لم يخطر بباله أن الاختيار سيقع عليه، فقد كان يشكو من رمد في عينيه، ولكنه لبى نداء رسول الله من فوره. قال: ها أنا ذا يا رسول الله. وأشار الرسول إليه بيمينه، وكان في جملة القوم ليتقدم منه، فتقدم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بعينيه من وجع ورمد، فقد انتفخت عيناه. فبلل النبي صلى الله عليه وسلم بريقه الطهور أطراف أنامله، ثم مس بها عينيه ودعا له بالراية فأمسكها ورفعها وتقدم بكتيبته إلى باب الحصن. فلما وقف بالحصن قال: أنا علي بن أبي طالب. فتلقى ضربة قوية، جاءته ضربة قوية أطارت الترس الذي كان بيده، لكنها لم تصبه بسوء. ثم رأى نفسه بدون حماية، الترس الذي كان بيده سقط، وأمامه ثلة مسلحة من الأعداء من حراس الحصن، فصاح بهم: والذي نفسي بيده لأذوقن ما ذاق حمزة أو ليفتحن الله لي. فاندفع نحو الباب، ولا يدري الناس بعدها ماذا حدث. كل ما يذكرون أن عليا صاح الله أكبر، ثم التفت نحوهم وباب الحصن بين يديه. يقول أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ضمن هذه الكتيبة كتيبة علي، يقول: لقد هممت أنا وسبعة معي أن نحرك هذا الباب من مكانه على الأرض، فما استطعنا. فانتزع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الباب بيديه بعد أن كبر تكبيرة، وفتح الله على يديه الحصن. وفي يوم الخندق حين هوجمت المدينة ب24,000 مقاتل تحت قيادة أبو سفيان وعيينة بن حصن، وأشار سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة حتى يكون مانعاً وحاجزاً أمام هذا البحر المتدفق من الجيوش الكافرة الكاسرة. فلما حضر جيش الشرك فوجئ بوجود الخندق، وانطلق منهم نفر من أشد مقاتليهم، على رأسهم عمرو بن عبد ود، وتيمموا لأنفسهم ثغرة، وجدوا ثغرة في الخندق نفذوا منها ودخلوا
ووقف عمرو بن ود ومن معه من فرسان قريش أمام المسلمين وصاح من يبارز، فلم يجبه أحد، فأعاد من يبارز. وعمرو بن ود من أشد ومن أعتى ومن أقوى ومن أشرس فرسان العرب، وكان كثير من الفرسان والشجعان يخافون لقاءه، فأعاد ثلاثا من يبارز فلم يجبه أحد. حينها خرج علي وقال: يا عمرو، إنك عاهدت الله ألا يدعوك رجل إلى خلتين، إلى صفتين، إلا اخترت إحداهما. يعني قطع على نفسه عمرو بن ود وعاهد الله، يقول: ما فيه أحد يخيرني بين أمرين إلا اختار واحد منهم. إذا قال له واحد: أعاهدك أن تختار الكفر أو الإيمان، قال: اختار الكفر. تختار الجنة أو النار، قال: اختار النار. وهكذا قال: إنك عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش، من قريش لاحظ، فقط إلى إحدى خلتين إلا أخذت بإحداهما. فأجابه عمرو: أجل، نعم. فقال علي: فإني أدعوك إلى ثلاث: أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال عمرو: لا حاجة لي بذلك. قال علي: إذن فأنا أدعوك إلى النزال. فقال عمرو: لما يا ابن أخي؟ فولاتي ما أحب أن أقتلك. يعني يستضعف ويستهين بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فولاتي ما أحب أن أقتلك. قال علي: ولكني والله أحب أن أقتلك. فغضب عمرو وأخذته حمية الجاهلية واقتحم عن فرسه وعقره، قتل الفرس، ثم هجم على علي وخاض معه نزالا رهيبا لم تطل لحظاته، حتى رفع علي سيفه وكبر تكبيرة المنتصر، تكبيرة المنتصر. حينها كان خصمه عمرو بن عبد ود مجندلا على الأرض صريعا يتلبط في دمائه. فكبر المسلمون لهذا النصر العظيم، وعاد علي إلى صفوف المسلمين تستقبله تحيات شاعرهم: نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصواب، لا تحسبن الله خاذل دينه ورسوله يا معشر الأحزاب. هذا هو علي بن أبي طالب الذي تربى وعاش في بيت النبوة، فاقتبس من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقواله وأعماله ومن طبائعه وسلوكه ما إن المقام لا يعجز عن إحصائها والإحاطة بها. وهنا مسألة ولا نريد أن نخوض فيها كثيرا، ولكننا نشير لها: عندما بويع الصديق أبو بكر بالخلافة استأخرت يمين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن البيعة، وقد أعطى رضي الله تعالى عنه وأرضاه السبب في إحجامه بوضوح من خلال حواره مع الصحابة ومع أبي بكر وعمر، فقال: إنكم تدفعون آل محمد عن مقامه ومقامهم في الناس، وتنكرون عليهم حقهم، أما والله لنحن أحق منكم بالأمر ما دام فينا القارئ لكتاب الله والفقيه في دين الله العالم بسنن رسول الله الراعي لأمر الرعية الحاكم بينهم بالسوية. إذن ليس الانتماء فقط للبيت كما يزعم هو السبب الذي يدعو عليا لطرح هذا الرأي، وهو مجرد رأي، رأي لا يفسد في قضية الإسلام ودا. ليس الانتماء لبيت النبوة هو وحده المبرر الذي دعاه لترشيح نفسه، بل لا بد قبل ذلك من الكفاءة الكاملة، الكفاءة التي تتمثل في الطاعة المطلقة لله ولكتابه ولرسوله والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولسنا هنا بصدد مناقشة رأي علي رضي الله عنه، ولكن من الخير لنا ألا يفتننا الخلاف الظاهري عن جوهر هذه القضية وحقيقتها. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، الكبار بإيمانهم وبتقواهم من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي،
لا يتنافسون مغنما من مغانم الدنيا مهما عظم، لا سيما في ذلك الوقت الذي كانت فجيعتهم في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة، وإنما يرجع استمساك كل منهم بموقفه إلى أن كل منهم وقف إلى جانب اقتناعه وما اعتقد أنه الحق. ثم إن الخلافة وإن تكن في شكلها الخارجي تشكل سلطة سياسية ومنصبا دنيويا، إلا أنها في إدراكهم الحقيقي لها لم تكن سوى وظيفة من أسمى وظائف الهداية والقدوة، وفي مثل هذا الأمر لا جرم أن يتنافس المتنافسون، وإن تنافسوا فإنما يتنافسون على هداية الناس ويكونوا قدوة لهم. كانت المزايا التي تدعو لاختيار أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خليفة تملأ الأفق ألقاً ومجداً، وهي مزايا لم ينكرها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولقد جهر بها وهو يبايع الصديق، جهر بهذه المزايا وتلك الصفات والخلال، كما عبر عن هذه المزايا تعبيراً أجمع وأروع حين وقف يرثي أبا بكر بعد وفاته فيقول: رحمك الله يا أبا بكر، كنت والله أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا، صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعدوا، كنت والله للإسلام حصنا وللكافرين ناكبا، لم تهن محجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك، فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. هذه الكلمات النيرات التي رثى بها علي بن أبي طالب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالخلاف لم يكن ليفسد قلوبهم فينسوا الحق الذي من أجله خلقوا. أيها الأحبة في الله، وتأتي تلك الأيام الحالكة وأيام الفتنة، ابتدأت بقتل عثمان وامتدت يد الغدر والخيانة لتشمل أمير المؤمنين ليقتل غيلة، استشهد وهو يقترب من باب مسجد الكوفة، وقيل بل وهو يصلي أو يتهيأ للصلاة، بعد أن عبر شوارعها يوقظ أهلها لصلاة الفجر ويناديهم: الصلاة أيها الناس، الصلاة يرحمكم الله. اقترب منه في لجة الظلام خارجي حاقد موتور اسمه عبد الرحمن بن ملجم، كان قد ائتمر مع اثنين آخرين ليتخلصوا من خليفة المسلمين بالعراق، ومن معاوية بالشام، ومن عمرو بن العاص بمصر، لتتفق أو ليتفق الحلف الدنس على إطفاء جذوة الإسلام في عاصمة الخلافة وفي بقية مدن وممالك الخلافة الإسلامية. لم يدفعهم الانتقام لأمير أو والي بقدر ما كان يدفعهم الانتقام من قادة الإسلام وأهله في وقت واحد. كان خليفة المسلمين علي بن أبي طالب بلا حرس، فكان اغتياله عملاً من أيسر الأعمال، لم تكن الجريمة تتطلب أي تخطيط ولا أي جلد أو قوة أو بطولة، كانت تتطلب ضميراً ميتاً فحسب، وتفكيراً ضالاً وقلباً أعمى، وإرادة ممسوخة. فلما وجدت هذه جميعاً في صورة آدمي وسلحت بسيف مسموم وقيل لها نفذي، تم كل شيء في لحظات، وتحققت لأمير المؤمنين أمنيته الأخيرة. فقبل استشهاده بأيام نادى أهل الكوفة من كتاب كتبه، ووقف أحد أصحابه يتلوه عليهم بعد صلاة الجمعة قائلاً: أما والله لوددت أن الله أخرجني من بين أظهركم وقبضني إلى رحمته من بينكم، ووددت أني لم أركم ولم أعرفكم،
فقد والله ملأتم صدري غيظا وجرعتموني الأمرين أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان. لقي الخليفة الإمام ربه مصابا بضربة سيف مسموم كما لقيه من قبله الفاروق عمر مصابا بضربة خنجر محموم كما لقيه عثمان بسيف الغدر والخيانة. وتأبى عظمة هذا الخليفة إلا أن تتجلى في آخر موقف في حياته، لم يكد يتلقى الضربة في رأسه حتى حمل إلى داره، وإذ هو في لحظات الكارثة يأمر حامليه والحافين حوله الذين حملوه يأمرهم أن يذهبوا إلى المسجد ليدركوا صلاة الفجر قبل أن تؤذن بفوات، لم ينس في تلك اللحظات العصيبة أن يأمر حامليه والحافين حوله أن يذهبوا إلى المسجد ليدركوا صلاة الفجر قبل أن يؤذن بفوات. هذه الصلاة التي كان يتهيأ لها حين حال الاغتيال الأثيم بينه وبين بلوغها، وحين يفرغون من صلاتهم ويعودون إليه، ويعود في نفس الوقت بعض الرجال وقد أمسكوا بعبد الرحمن بن ملجم، يفتح الخليفة عينيه فتقعان عليه فيهز رأسه في أسى حين يعرفه ويقول: أهو أنت؟ لطالما أحسنت إليك. ثم يلقي الخليفة الراشد على وجوه بنيه وأصحابه بنظرة ويحس برد الموت يسري في أوصاله، ويكاد يرى المصير الذي سيحيق بابن ملجم، يكاد يرى الانتقام المروع الذي سيثأر به أولاده وأصحابه، فيتحدث في إصرار ليحمي قاتله من أي مجاوزة أو تخط لحدود القصاص المشروع، فيناديهم وقد خرجت الكلمات من فمه متقطعة متهدجة، قال لبنيه: أحسنوا نزله وأكرموا مثواه، فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا، وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين، ولا تقتلوا بي سواه، إن الله لا يحب المعتدين. أيها الأحبة، وتفيض روحه، والاعتداء كان في يوم الجمعة 18 من رمضان 40 من الهجرة، وتفيض روحه الطاهرة مع غروب يوم السبت 19 من رمضان. رجل رحل من هذه الحياة لكن حياته والأيام التي عاشها على الأرض تحولت إلى شمس أخذت مكانها في حياة البشرية، وراحت تجذب إلى مداريها قيم الحق والبطولة والإيمان والخير. رجل يطبق المنهج النبوي في كل حياته، خرج إلى السوق يوما حاملا أحد أسيافه الأثيرة لديه الحبيبة إليه، عارضا إياها للبيع قائلا: من يشتري سيفي هذا؟ فوالله لو كان معي ثمن إزار ما بعته. لماذا هذه الفاقة؟ وبيت مال المسلمين يستقبل كل يوم من أقطار الإسلام مالا غدقا، ومن حقه كأمير المؤمنين أن يأخذ منه كفايته، لماذا يصر على أن يطحن بنفسه دقيقة ويرقع مدرعته حتى لا يبقى فيها مكان لرقاع جديدة؟ لماذا لا يأكل الخبز إلا قديدا مخلوطا بنخالته؟ لماذا يهرب من قصر الإمارة بالكوفة إلى كوخ من طين؟ نقول: لماذا؟ لأن الولاء للحق والزهو بالدنيا لا يجتمعان. سيظل حيا في فضائله، ماثلا في عظائمه التي صاغ فيها ومنها حياة امتدت 63 عاما، والتي جاد في وصفها ضرار بن ضمرة الكناني فقال واصفا أمير المؤمنين: كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطلق الحكمة من لسانه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل ووحشته، كان غزير الدمعة طويل الفكرة
يقلب كفيه ويخاطب نفسه: يعجبه من اللباس ما خشب، ومن الطعام ما جشب، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويبتدئنا إذا أتيناه، ويأتينا إذا دعوناه. وكنا والله مع قربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته، ولا نبتدئه لعظمته، وكان إذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنضوم يفطم أهل الدين ويفطم الملحدين ويقرب أهل الدين ويقرب المساكين. لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته، يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه وهو يقول: يا دنيا يا دنيا، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، غري غيري، قد أبنتك ثلاثة لا رجعة فيها، فعمرك قصير، وعيشك حقير، وخطرك كبير. آه من قلة الزاد، آه من قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق. هذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نحبه ونجله كما نحب بقية خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترضى عنهم ونترحم عليهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم وأن يحشرنا في زمرتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعاً قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.